ماهر، هذه مجرد تحية معطرة بورود المحبة من قلب ميشيغان إلى قلب دمشق الياسمين، لشاعرتنا العربية السورية الرائدة فادية غيبور. شاعرتنا تنتمي إلى جيل ما بعد رواد الحداثة. سأنطلق من الشاعرات هذه المرة، فإن حملت نازك الملائكة ولمع عباس عمارة وفدوة من العراق وفدوة قان من فلسطين وسعاد الصباح من الكويت همهن الشعرية الجديدة، وحملنا راية التجديد المفعمة بعنفوان المرأة الخاصة والعامة والإنسانية والوطنية، نجمت من منبع الشعر السوري في جيل لاحق الشاعرة فادية غيبور، لتحمل راية الشاعرة العربية المخضرمة التي مزجت ما بين الأصالة والتجديد في الشعر الحديث بشكله ومضمونه وقضاياه وجمالياته. تقول في إحدى حواراتها: الحقيقة أني أجد نفسي في شعر التفعيلة. التفعيلة هي اللغة الداخلية التي أمتلكها قبل أي لغة أخرى، وقد يكون السبب في ذلك أنني كتبت الشعر العمودي قبل أن أعرف العروض، وربما مرد ذلك إلى إيقاعات الطبيعة التي تعزف في مدينة مصياف بشكل أساسي، والتي تنعكس سحرها على روحي ونفسي. هذا بالإضافة إلى ما بهرني في دمشق العاصمة أثناء دراستي الجامعية، والذي أعطاني زخماً شعرياً وفيضاً روحياً أثرى ذائقتي الشعرية. سأبدأ بكلماتها التي تفوح بعطرها بيننا وتعبر عن روحها الطافحة البياض. هي روح شاعرة أراها في مرايا الشوق تسرف بالكلام، وأرى على شباكها وردا ذوى ورسالة لما تزل عبقية الكلمات عطرها الندى والبيلسان. وأكاد أهتف مثلما فيروز يوما: سائليني يا شآم، كيف غار الورد واعتل الخزام. شاعرتنا فادية غيبور من مواليد سلمية في سوريا عام 1948، وتذكر كيف أن ولادتها في عام النكبة أثر على تجربتها الشعرية لاحقا. تحمل إجازة في الأدب العربي، تولت منصب نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب عام 2005، وتسلمت رئاسة تحرير مجلة الموقف الأدبي السورية العريقة لعدة سنوات، والآن هي عضو في هيئة تحرير جريدة الأسبوع الأدبي أيضا الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب، وهي أيضا عضو اتحاد الصحفيين. من أعمالها الشعرية: للمرأة لغة أخرى، ولكني عشقت الأرض والإنسان عام 94، مزيدا من الحب، لدم كهذا أرتب أشواقي وأبوح، نصف غناء وحلوى وآخر البوح. تجسدت في قصائدها وروحها الشاعرة هذا الحس القومي العربي الذي يتحسس وحدة المصير والأخوة حتى آخر نبض. تقول: فجر على بردا والشمس في بيروت، الورد مزدحم مذ برعم التابوت، لن تدفنوا وطنا في حبه نحيا
في حبه نموت. وما أجمل هذه الصرخة الشعرية الملحمية التي أطلقتها كرسالة شعرية ضد القتل والفرقة بين الأخوة كي لا يتحولوا إلى ضحايا ويسقط الوطن، ولكي لا تعود إلى عصر قابيل وهابيل، ولنتوجه ببنادقنا لعدونا معا. رسالة شعرية رائعة تجسدت في اللغة الحداثية الصادمة من شعر التفعيلة، وبذكاء الشاعرة في تحقيق المعادلة والتوازن ما بين قوة الرسالة الإنسانية والتدفق الشعري الآسر. سأختار مقاطع قصيرة جدا من قصيدة ملحمية طويلة جدا بعنوان فلمن توجه طلقتك. أنا حين أدخل نار صوتك لا أخاف من الحريق أو الدخان، فصفاؤه يمتد من وجع انهمارك في دمي حتى بدايات الزمان. هذه الرصاصة أوغلت في الخاصرة، قبضت على النبض المحلق في دماك، لكنها لم تستطع أن تنزع الوطن المشرش في فضاء الذاكرة. تصحو ويبتدئ الرهان على نصيبك من ضياء الشمس، قمح الأرض، أفراح الطفولة، يوم ساومك العدو مع الصديق على دماك. تصحو وتعرف أنك الممهور بالغضب القديم، وعلى شفاه البندقية يكتب الجرح الجواب فلمن توجه طلقتك. كرست الشاعرة العديد من القصائد، كما ذكرت أنها وردت في عام النكبة للقضايا الوطنية أو القومية. كتبت عن صمود غزة: هي غزة الأبطال والشهداء والفقراء، مذ عبروا على جسر الضياء وآمنوا أن الحياة هي القضية. هي غزة السمراء تنهض من رماد القصف شامخة بوجه الموت، كي تردي جنون العنصرية. أما قانا، هي قانا صرخة أخرى، فلا تغلق حدود الحلم، إن ترابها قدس ورياها إباء. وإذا رتلت فجرا سورة الفتح فسبح باسم هذه الأرض، سبح بالفداء. وتغني أوجاع العراق، ويصير وجه النهر في بغداد أسود، والأخوة صرخة موؤودة في الحنجرة. أيصح دمع من جبين طفولة مسروقة، أم طعنة نجلاء غلت في حنين الذاكرة، أم أغنيات عابرات في مزادات الكلام مبعثرة. تتكرر قصائد مناجاة الشاعرة لروحها، وتغمس من تلك الروح الكبيرة شعاع العاطفة الصادقة الصافية النابضة بالحب والبوح. تقول في قصيدتها أنثى: ماذا أقول لطفلة ظمأة إلى ضوء البروق ورعشة المطر الربيعي المسافر في عروق الأرض زيتونا وقمحا والمواسم واعدة؟ من ذا يعيد لي اليفاعة والصبابة والغواية؟ من ذا يعيد إلى دمي أصداءه ويصوغ من عمري القديم بنفسجا ويردني مجنونة بالعشق تركض في برار الشوق والهاء؟
تركض في برار الشوق ولها إن في قلبي أيائل شاردة. لها رثائيات كثيرة رثت الشاعرة الشهيدة الفلسطينية وفاء إدريس ومحمد الدرة والشاعر محمود درويش والشاعر محمد المغوط والروائي عبد الرحمن منيف وغيرهم. سأتوقف عند ومضة شعرية أو مقطع شعري من رثائها للشاعر الراحل محمد المغوط. والمعروف أن شاعرتنا فادية غيبور والراحل محمد المغوط ينتميان إلى مدينة واحدة وهي السلمية، وها هي ترثيه وتوصي مدينتهما السلمية به قائلة: إنه المغوط لا اللهفة تكفيه ولا هذه الدموع، علمي أطفالك الآتين أن الشاعر الإنسان رمز لكروم من عبير وحقول من أغان وفضاء من طيور، طرزي فوق المناديل اسمه البري حرزا أو تميمة، هو نسر كان يهوي شامخا يهب الآتين نارا وعزيمة. سأختار ومضة أخيرة من ديوانها، أرتب أشواقي وأبوح ديوان نثري ولكنه مفعم بالشاعرية والرومانسية. تقول: أسمي الفرح حزنا والحزن فرحا وأسميك حبيبي، أسمي البحر جزيرة زرقاء